عايزه اقول لهم حاجه بقى، قولي. نتكلم بقى ايه براحتنا بقى، بلدي بقى. ايوه اللي انت عايزاه. اختي انت وهي كل واحده فينا تحب تبقى ايه، عروسه وحلوه كده ومنعنشه ومنغنشه نفسها. اختي ما تستخسريش نفسك حاجه خالص. ايوه اختي لما تروحي اي محل بقى تشتري ميك اب ولا تشتري بيرفن ولا تشتري الكلام دوت، بيقعد يقول لك دوت اصلي ودوت ما اعرفش ايه ودوت هاي كوبن وهاي ما اعرفش ايه، هاي كوبن. وتجيكي وتجيكي يا اختي بقى يلطعي الكيسه ادي كده وتدفعي بقى فلوس ادي كده. طب وعلى ايه حبيبتي؟ الابله نونا النهارده معانا منورانا، عامله لنا بقى عرض خطير بقى. ولع يا بنات، كل العرايس بقى والبنات الحلوه دي بتقول لك ايه بقى، تاخدي 3 بشرة 1 جسم، مش محتاجه تحطي ميك اب اصلا، وبعد كده تاخدي بقى عليه معرض 70%، يعني يا بلاش اللهم صل على النبي. احنا يا بلاش البلاش يا بلاش البلاش يعني حاجه اللهم صل على النبي بقى ايه فظيعه. الحمد لله. الحقيقه اختي انت وهي. ايوه الحقيقه اهم حاجه، الحقيقه اختي انت وهي دي، واهم حاجه تسمعوا نصايحها في ان انت ما تستخسريش في نفسك وما تروحيش تجيبي اي حاجه وخلاص وتدفعي فلوس قد كده وفي الاخر تلمي كل الحاجات دي في كيسه سمراء وترميها. وتعالجي بشرتك بقى، تقعدي تعالجي بشرتك 10 سنين. بالظبط. فلازم حاجه مصدرها معروف. بالظبط.